اهلا بحضراتكم مره تانية في فقره ستوريز. هنا هنقول لكم ايه ابرز اللي حصل على سوشيال ميديا اللعيبه خلال الاسبوع. البدايه دايما من كابتن الفريق شيكابالا اللي نزل فيديو من بدايه الاسبوع ليه ستوري على انستجرام وهو في فرح مع بهاء سلطان وهو بيرقص وبيحتفل. يعني كمان بهاء سلطان نشر الفيديو ليه واللي عمل ضجه كبيره الحقيقه على انستجرام وسط تعليقات زملكاويه جميله. خلينا نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يعني بصراحة أنا بحب شيكابالا يا جماعة، يعني بصرف النظر عن أي حاجة تانية شيكابالا بالنسبة لي هو معشوق حياتي من أول ما وعيت واتفرجت على الكورة.